أيا ذكريات الأمس ترقصن في الرؤى، تعالي إلى حضن الجمال تعالي. بسطت لك الأرض المريعة جنة، قد أزهرت فيها فنون خيالي. الحضور الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحلة عبر ألحان الزمن الجميل، عالم الذكريات، عالم الكلمة الطيبة واللحن العذب والإيقاع الروحاني. أهلا بكم في مهرجان يحتفي بجمال الماضي وإبداع الحاضر وعرفان الأجيال. في أمسيتنا هذه الليلة سنغوص في بحر الذكريات، لكنه بحر عذب من بحار حضرموت الغنية بفنونها العريقة الضاربة في عمق التاريخ. سوف نستمتع وإياكم بمقطوعات موسيقية متنوعة من الألحان التقليدية والأهازيج الشعبية التي تعكس روح المكان وتلامس أوتار القلوب. وقبل أن نبدأ أمسيتنا لهذه الليلة، نوجه عظيم شكرنا وامتناننا لمؤسسة حضرموت للثقافة، والتي تقدم لكم هذا المهرجان ضمن مشاريعها الطموحة لإبراز الفنون والثقافة داخليا وخارجيا. كما نشكر الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق على مساهمته في إنتاج المقطوعات لهذه الليلة الاستثنائية التي يقدم فيها المؤلف الموسيقي محمود الهندي مقطوعات موسيقية تعكس جمال حضرموت أرضا وتاريخا وإنسانا وفنا. فهيا بنا إلى رحلة فنية في عالم الذكريات يقودنا إليها المؤلف الموسيقي محمود الهندي. ولتكن بدايتنا مع تواشيح حضرموت الروحانية الباعثة على السكينة، ومع مقطوعتنا الأولى ملحمة الرحمة بلحن من ألحان الحضرة وأجزاء من النشيد الفردي أو السماع وإيقاعات فن الطيالة. يمثل الإنشاد الديني جزءا مهما من الهوية الثقافية الحضرمية، حيث يقول فيه العلماء حكمهم ومواعظهم في شعرهم، ويردده الناس رجاء ودعاء وطربا، وترتبط به عادات وتقاليد من غاية الزهد إلى كمال الكرم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ارحمنا وعافنا واعف عنا. آمين اللهم آمين. وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم، بجاهك وفضلك وكرمك وجودك يا الله. Thank you.
مقاصد الخير مفتاح العنايات، وطالع اليمن باد في العبادات، فهي المراد لخلق الخلق من عدم في الذاريات بآيات صريحات. ومن يؤمل آمالا بلا عمل كمن يصدق تمويه الخيالات، أو قاصد حصد زرع لا وجود له من غير حرث وسقي وقت إنبات. تلك الحماقة لا عقل لصاحبها به تخاطبه بين البريات، جل الأمور ترى أسبابها ظهرت، وكم أمور بأسباب خفيات. والله قد ربط الأشياء على سبب وقدر الكل منه بالإرادات، فاعمل أخي فلا تسويف في عمل إلى غد عند أرباب الدرايات. بما قدرت من الأعمال فأت به على الدوام لتحظى بالكمالات، وزع نهارك مثل الليل في عمل البر وفرضك صلي في الجماعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين. ما رثوه إلا لمن قضى عمره بلاش،
قد مر عمره وهو يضعف وكل انفاش عذبوا لي شل من مهجته عقله وهاش يا بخت من في رضا المولى وطاعته عاش من أهل وقته ومن أخبارهم في انكماش في ذكر مولاه دايم لم يزل في ارتعاش في كل ساعة ولو في الذكر كثر انتعاش والسر في الجد شوف ماشي يقع لك بلاش والرزق مقسوم بين الخلق حتى الحناش علق بمولاك قلبك فالمخاليق لاش كله سوا من سكن في قصر أو في عشاش والدار الأخرى لمن بالليل بات وحاش راضين من ربهم بالقطن أو كان شاش وفي ظلام الليالي فرقوا للفراش قوام لله في فرحة وكثر ابتشاش وعن سوى الله عاشوا في صفاء وانحياش يا محسن العيش ذا يا مطيبه من معاش وبخت من جاه قسمه منه ولو هو رشاش والحمد لله رب العالمين. لا.
من الإنشاد الديني إلى الفن الشعبي البني مغراه، مع مقطوعة ضيع علي عقلي بإيقاع المثلوث ويصحبه المرفع والمرواس والمدروف. في هذه المقطوعة يسير الشاعر على خطى سلفه الحضرمي أعظم شعراء العرب امرئ القيس، متغزلا بمحبوبته بأعظم ما تجود به قريحته. يعد الغزل من أهم أغراض الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وحتى يومنا هذا، وهو يثري الحس الجمالي وينعش المشاعر ويلامس الوجدان الإنساني، وهو بلا ريب من أهم مكونات التراث الأدبي العربي. منه صور قامت معدوله، شبه الحسن في وجهه ظهر، وجهه شبيه البدر. ليلة 15 في صفر وجبينه الشرد، بنور الحسن يجهر من حاضر يا نبو حلوى. يصيب القلب لا شفته شغر، وجنات بو حمراء ما تفاح من أحلى ثمر، خش مثل خبر مبسم مثل البرق، لي يلمع على وديان سر وفراسه البيضاء. وصدفة معساكر من درر، والعنق شفته من هاب موسق المرصع بالحجر، والنحر واسع فيه ثمر قد شفته ظهر. والخصر يا محلا وامو معتدل مثل الوتر، كفرا وبل
مثل فساق ساق استقر ضيع علي عقلي من فرق تصاول هقدر بعده الخاطر وكترت بوقتي في أضر بترحم خلوه قال لي يسر من بعد العسر العشق له خطاب ولا هو كل من جاء كذ نجر لابد تحمل صاع تكفي كل ما منه صدر يطر ما تمشي الشجر بلغ سلامي لا حبيب القلب وصحى بزمر صدي لهم لي تلاقوا في وسط من منزل سمر يا ريت باق عبا تقعلي بالتماني والخير بحضر مجالسكم إذا كنت جيت ما مني حذر يلا عسى كل ما قلبي في محبي من وطر حصل ويدتا عطيت الشحر وعطيت المكلة ولو عاده بغافوه القديمة بغى يومين مبيات ومظلة وذا جا الموت بكتب له الوصية. مقطوعتنا التالية بعنوان عطيت الشحر من فن القزحة تعتبر آلة المزمار والإيقاعات الهاجر والمراويس والدف من أساسيات هذا الفن، لكن يتم تغيير الإيقاع في منتصف الأداء إلى نوع آخر يعرف بالمثلوث وفي بعض الأحيان إلى الظاهري مما يشعرك بالتجديد. في هذه المقطوعة يعبر الشاعر عن قمة السخاء والكرم تجاه محبوبه، فهو يمنحه ما يعده أفضل مدن البلاد مع الاستعداد لمنحه المزيد حبا له وطمعا في قربه. ربما نكون قد سمعنا كثيرا عن عطايا العشاق، لكن من النادر توقع أن تكون مدن بأكملها بين تلك العطايا.
ويح الشباب من الهوى، إن الهوى فيه احتكم، هجر الهدى وسبيله وعلى الغوايات ازدحم. هكذا وصف الشاعر الجزائري محمد العيد آل خليفة الشباب، كما أن شاعرنا أبو صالح ينتقد الشباب أيضا بأسلوب فكاهي بغرض الإرشاد في مقطوعتنا التالية المستوحى من فن بني مغراه، والمسمى يقول بو صالح: يقول أبو صالح تفكر في كلامي واستمع، باجيب كلمة في عيال الوقت ما حد منتبع، قلبي قنع يهوين ثم يهوين والخاطر قنع، ماشي نفع قال وصالح ورا ما حد نفع الأول فيهن. الأول فيهم إذا حد شل وصاتك ما رجع، والثانية فيهم إذا كلمت واحد ما سمع، والثالثة لا جيت باتمليش واتو ما شبع، والرابع لو با تودو بالعطايا ما قنع، والخامسة من يوم خامسه من يوم يخلق والولد كله قلع، والسادسة لكن تزوج من نفاعته انقطع، والسابع لامات أبوه اليوم ظل يبترع، الثامنة في ثار وتثروات يا بيع بع، والتاسع فيهم تسعى فيهم خلل في الدين والله مطلع، والعاشرة يالله عسى الصروات منهم تنتزع، فيهم سفه قل ليل أدب تحسب ومن كلب رضع، يالله عسى مولل ثنايا لي بنفعون انتفع، يالله عسى ودل الله عسى ولد سهالة كل من ولا رجع، والختم صلى الله على أحمد لي به الطالع طلع، والختم صلى الله على أحمد لي به الطالع طلع. ويقول أبو صالح فكر في كلامي واستمع، ويقول أبو صالح مقطوعتنا التالية بعنوان يا هج يا بلا إبل،
مستوحاة من أهازيج الخويب والمرتبطة بفن نعيش البكارة، والذي اعتاد ممارسوه في الماضي على التسلي به في الأفراح والمناسبات، تماما مثل العديد من الفنون والعادات والتقاليد المرتبطة بالحرف. يا هج يا بلا إبل هي تعبير صار مثلا لقصة قديمة استبدل فيها المزارعون الثيران أي الهج بالإبل أثناء حراثة الأرض لكن دون جدوى، فأنشدوا قائلين يا هج يا بلا إبل. لا تذكرنا هذه المقطوعة بمدى عمق الفنون بالحياة اليومية لأهل حضرموت فحسب، بل أيضا بدور الفن كأداة للترويح عن النفس وتخفيف المشقة وخلق الشعور بالانتماء والتعبير عن المشاعر المشتركة. عظيم الأكبر أبديت بالفرد العظيم الأكبر واجعل ذنوبي كلها مغفورة 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 أسألوا يسامحنا نهار المحشر يوم الشفاعة والأمم محشورة 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 والفي صلاة الله عليه الأنوار الله عليه الأنوار عليه الأنوار عليه الأنوار علي في المدينة شرف الله نوره علي في المدينة شرف الله نوره الله نوره الله نوره اسمع وتفكر قال الفتى الشاعر اسمع وتفكر واعمل لنفسك ليش تقعد صورة تقعد صورة تقعد صورة والصدق من يحكيه شو ما يخسر تعبر حياته كلها معمورة 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 دنيا الندامة اهلي بها نتعبر دنيا الندامة اهلي بها نتعبر هنتعبر هنتعبر والعاد نفكر ساعة التدبورة والعاد نفكر ساعة التدبورة التدبورة التدبورة
صد وتخبر صد وتخبر او بعد يلعنيك صد وتخبر على جيدي في البقعة المعمورة 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 اهل جيدي قالوا قدا يتعصر او الفصل يقف يسمع التنصورة 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 يا من يعاديها عسى يتكسر يا من يعاديها عسى يتكسر عسى يتكسر عسى يتكسر او العاتش بالرجله المكسورة او العاتش بالرجله المكسورة 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 It's up.